التابع أحمد جمعة. بداية سيد أحمد أهلا بك، ما هي أبرز الرسائل المحلية الإقليمية المتوسطية الدولية أيضا من هذه الاتفاقية؟ يعني بعد التحية لحضرتك وكل مشاهدي ليبيا الحدث، هذه الرسائل التي بعثتها القاهرة و اليونان اليوم هي رسائل مباشرة للنظام التركي إلى أن التحركات المشبوهة التي يقوم بها النظام التركي بالتعاون مع حكومة الصخيرات برئاسة فائز السراج لا ناقة ولا جمل لمصر بهذه الصراعات، وأن مصر لا تعترف بها أبدا، وأن التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان هي بداية لمرحلة جديدة لشرعنة وتأكيد أن التحركات التي تقوم بها مصر في المتوسط أو اليونان هي مشروعة ومعترف بها وفق قانون البحار المعتمد في المنظمات الأممية والدولية، وأن الاتفاق الذي وقع بين السراج وتركيا فعليا وواقعيا على الأرض هو اتفاق باطل وغير قانوني، لأن ليبيا لا ترتبط بحدود مع تركيا، حدود بحرية مباشرة مع تركيا، وإنما توجد هناك جزر يونانية. فكرة ترسيم الحدود ما بين مصر واليونان هو حسم هذا الأمر، وأكد أن الأمور التي تجري في شرق المتوسط، الصراعات التي تقوم بها تركيا قد حسمت. بالمناسبة اليونان أخذت عدة سنوات للتشاور والتناقش حول هذا الأمر، لكنها استشعرت خطورة التحركات التي تقوم بها تركيا في شرق المتوسط، نعم، وأقدمت على ترسيم الحدود البحرية مع مصر. أنقرة يعني قابلت هذا الأمر بهجوم على مصر وعلى اليونان. وزارة الخارجية التركية كعادتها أصدرت بيانات تهاجم القاهرة وتهاجم اليونان، ووصفت الاتفاق الموقع بأنه باطل بالنسبة لأنقرة، لكنه وفق قانون البحار والأمم المتحدة هو اتفاق قانوني واتفاق شرعي، لأن البلدين يرتبطان بحدود بحرية مباشرة بعكس ليبيا وتركيا اللتان لا ترتبطان بأي حدود. رسائل قوية توجهها الدولة المصرية أنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي عبث تركي سواء في شرق المتوسط أو في الساحة الليبية، باعتبار ليبيا أمن قومي وعمق استراتيجي لمصر. هذه الرسائل أعتقد أن الدول الإقليمية والدولية قد تلقتها بأن ما يجري في شرق المتوسط هناك حقبة جديدة من التحركات التي تجري. مصر تطرح مزايدات ومناقصات كي تقوم شركات بالتنقيب عن النفط والغاز، أعتقد أن هذا الأمر سيدفع تركيا إلى اتخاذ حرب قانونية قد تشعل المتوسط وتؤدي إلى اندلاع حرب بحرية قاسمة ما بين هذه الدول التي شرعنت وجودها في المتوسط، نعم، وما بين النظام التركي المتهور. أشكرك الصحفي بجريدة اليوم السابع الكاتب والصحفي أحمد جمعة من القاهرة، شكرا جزيلا لك.